الساعه الاولى من الجلسه، ده اثر على ارتفاع المكاسب في السوق المصري، ولكن في المنتصف الاخير من الجلسه ابتدى عمليه التعويض بالارتفاع مره اخرى. وده شيء يعني شيء يقود لنا الى ان يكون هناك تركيز في عمليه الشراء والبيع، لان السوق المصري في المستقبل ومع اختراق نقطه 8300 هيكون عمليه في فوليوم، هناك مكاسب لجميع الاسهم الموجوده. فرجاء التركيز، لان ما هم نخسرش اسهمنا في مراكز نقطه شراء وليس بيع. طب السوق الان في حاله ترقب وانتظار، هل نقدر نقول ان السوق مرتبط ارتباط وثيق بخبر ترشح المشير عبد الفتاح السيسي؟ احنا قبل كده قلنا لحضرتك ان السياسه هي اساس الاقتصاد، لان الاستقرار الوضع السياسي بيأثر اقتصاديا. طبعا عمليه الترشيح المصريين بيبقى في عمليه قلق يخافوا على مراكز الماليه او الاستثمارات في حاله عدم الترشيح. انا عايز اقول حاجه، بدايه الاستقرار السياسي هو باذن الله موجود في مصر، وهيكون في مصر ربنا هيوعدها بالخير، ولكن عايز اقول بالنسبه للبورصه المصريه الشراء يكون بعمليه مركزه في النقاط، ما نخسرش مراكز الماليه بتاعتنا في عمليه تردد، ولكن مستقبل مصر باذن الله هيكون في عمليه استقرار مع استقرار جميع المؤسسات الماليه. واحنا لاحظنا حاجه، احنا زي ما اتفقنا قطاع العقارات واعد، واحنا عندنا في بعض القروض جينا من الخارج لانشاء مدن سكنيه كاستثمارات، مش عمليه قروض او حاجه احفائيه لينا، لا ده استثمار جيد في مصر. في هناك بعض ترشيط المصانع مرة أخرى بتاع قطاع الغزل، ده شيء إيجابي في البورصة المصرية. هناك تخوف من إسناد هذه الشركات أنها تكون مش لشركات المقيدة بالبورصة، شركات البناء أو التشييد أو الأسمنت، لكن تكون شركات خارج البورصة. أولا احنا عندنا بتكون الشركات دي هتنتمي لغير البورصه، فما لو شركه جيده هيتم طرحها في البورصه المصريه وهيدي سيوله للبورصه المصريه. نعم. يعني الشركه بتنمي تقيدها ما تكون جيده. انا ما يمليش دلوقتي الشركات دي موجوده في البورصه المصريه، لا، لان ممكن يحصل طروحات جديده عن طريق الهيئه العامه للرقابه الماليه وتنضم للبورصه المصريه. نعم، وده شيء ايجابي في المستقبل. انا تملي ببص للمستقبل وليس الوقت الحالي. طب نشوف سلوك المتعاملين داخل البورصة النهاردة، زي بتقيمي سلوك المستثمرين من أفراد وعرب ومؤسسات؟ طيب أنا هبتدي من بداية تقرير بتاع حضرتك. بالنسبة للأجانب، في حالة انخفاض المؤشرات في بداية الجلسة وهناك تخوف، ابتدأ الأجانب يتخذوا مراكز شراء، وده شيء جيد إنهم مركزين في النقاط الشراء ومحددين النقاط قبل دخول الجلسة. وبالنسبة يليه بعد نصف ساعة من الجلسة بدأ العرب في الشراء، ويليه بعد ساعة ونص بدأ المؤسسات المصرية هي للدخول بعد التأكد من استقرار الوضع. ولكن الخطأ اللي حصل النهاردة هو بيع الأفراد المصريين، وده دليل على الكريدت اللي بتاخد من شركات السمسرة، فبيؤدي إلى البيع المفاجئ عشان يقفلوا مراكز مالية لأن هناك كريدت من الشركة. ولكن أنا برى إن كل الشراء اللي حصل النهاردة من الأجانب بياخدوا على مراحل، يعني حتى ما بيعملوش البوزيشن بتاعه كامل. فهناك إيجابية لعملية الشراء، وهيستمر الشراء لحد جلسة غدا، حتى لو حصل فيها عملية تصحيح هيكون هناك شراء وليس بيع. طب رأي حضرتك إيه في حجم السيولة؟ لا، أنا بالنسبة حجم السيولة يعني بقى لها يومين حجم السيولة ضئيلة شوية، وده نتيجة التخوف شوية من الأفراد المصريين. ولكن مع استقرار بإذن الله الوضع السياسي هناك في سيولة هتخش للسوق المصري، ده يقودنا لسؤال حضرتك إن هم اللي هي الشركات اللي هي بتاعت العقارات اللي مش مقيدة في البورصة المصرية. في شركات بإذن الله بعد استقرار الوضع السياسي هيتم طرحها في البورصة المصرية، هناك صناديق استثمار مصرية هتخش البورصة المصرية لأول مرة، فهناك أمل لعملية عمق السوق أو زيادة السيولة في البورصة المصرية، ولكن هناك تخوف بسيط دلوقتي. طب الكل بيتكلم عن صناديق المؤشرات لما تنزل أو يكون في حركة ليها في السوق، حضرتك تتوقعي ليها إيه؟ أول حاجة قبل نزول صناديق المؤشرات في البورصة المصرية لازم يجب أن تتم تدرس دراسة جيدة، لأن إحنا عندنا مشكلة في مصر بننزل أدوات أو بننزل أشياء جديدة زي صناديق الاستثمار دون دراسة بدون خبرة، وده بيضر السوق المصري ما بيفيدهوش. أنا بالنسبة لصناديق الاستثمار لو تم دراستها دراسة جيدة بتاعت المؤشرات هيقود السوق المصري إلى ارتفاعات جيدة جدا، وهيزيد من عمق السوق، لأن صناديق الاستثمار بالمؤشر هتشتري فيه الأسهم القيادية في المؤشرات الرئيسية، فهذا يقود إلى ارتفاع البورصة المصرية، ولكن يكون هناك حذر في التعامل فيها. الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس الإدارة، ممكن حضرتك توضح لنا أكثر؟ أولا القواعد اللي تم إيضاحها النهاردة أو أمس من الهيئة العامة للرقابة المالية دي يعني جيدة جدا، لأن إحنا عندنا شراء بالهامش بطريقة بسيطة جدا. حضرتك لما تكوني بتشتري من الشركة
اسهم معينه، انت ليكي نسبه كريدت بنسبه 60% من، يعني بتاخدي كريدت 60% من قيمه المحفظه. فما يتم تخفيض هذه النسبه او الاسهم الموجوده في شركات السمسره بيدي امل اكتر لشراء المصريين في هذه الاسهم الموجوده في شراء الهامش، هيزيد من عمق السوق، ودي شيء ايجابي للهيئه العامه للرقابه الماليه عملته. نعم. هيقود السوق الى مستقبل، ولكن هيكون جيده في حاله استقرار الوضع السياسي، هيكون ايجابيه لشركات السمسره، يقدروا يشتروا كويس، يقدروا يزيدوا من السيوله اللي موجوده في السوق، وبالتالي زياده العمق السوق هيزيد في البورصه المصريه. برضو شركة اتصالات مصر التابعة لشركة الاتصالات الإماراتية بتدرس حاليا طرح أسهمها في البورصة المصرية من خلال الاكتتاب العام، أثر ده على السوق هيكون شكله إيه؟ أولا ناخدها من بداية، شركة إماراتية هتطرح أسهمها في البورصة المصرية يبقى ده شيء إيجابي. نعم. مفيش حد هيطرح في السوق لما يكون بيه أمل في المستقبل استقرار. ثانيا هيأثر على قطاع الاتصالات ككل بالإيجاب، هيرتفع قطاع الاتصالات في المستقبل، ده شيء هيزيد من عمق السوق وزيادة السيولة في السوق، وهيزيد قوة مؤشر إيجي إكس 30 لأنه متعلق بقطاع الاتصالات في المستقبل. فده هيقودنا إلى بعد إذنك كمان في طروحات جديدة جاية من دول أكثر، مش من الإمارات بس، من دول الخليج. نعم. بس بعد استقرار وبعد انتهاء انتخابات الرئاسة. طب النهاردة برضو البنك التجاري الدولي السي آي بي حامل السهم هيستحق جنيه على كل سهم حتى وصل 37 احنا لاحظنا ان هنقول من جلسه يوم الخميس بعد اذنك، يوم الخميس كان السهم متداول ب 36 جنيه 70، وصل ل 37 جنيه او 36 90 في نهايه الجلسه. لحامل السهم النهارده 17/3 يستحق توزيع كوبون جنيه. معناه ايه؟ اولا لو حضرتك بعت النهارده السهم مش تستحق الجنيه. السهم قوي بيحصل عمليه تراجع بسيط في السهم بقيمة توزيع الكوبون ويرجع مرة أخرى لعملية الصعود. فبعض المصريين بيعملوا إيه؟ بيبتدوا يخرجوا من السهم على 37/70 في جلسة النهاردة ويستنوا إثناء توزيع الكوبون اللي هو جنيه ويبتدوا الدخول مرة أخرى، لأن كسهم قوي بيأثر طبعا على مؤشر إي جي إكس 30، وده كان سبب صعود برضو مؤشر إي جي إكس 30 اللي هو ارتفع ل 8161 لارتفاع سائبي ل 37/70. طب احنا عايزين نتعرف برضو على القطاعات الأكثر نشاطا، يعني مثلا قطاع الخدمات المالية تصدر قطاعات السوق النهاردة وحجم التداول استحوذ على 27%، لكن تراجعت برضو غالبية الأسهم فيه. احنا بدينا على قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، هنلاقي أكثر الأسهم ارتفاعا في السهم، هنلاقي سهم المجموعة المالية هرمس تداول فوق ال 13/15، ودي اول سعر يجيبه خلال مثلا 5-6 شهور، وده كان شيء ايجابي هو اللي ادى الى ارتفاع قطاع الخدمات الماليه. هنلاقي ليه سهم عامر جروب بدا يرتفع على جنيه 70 واغلق على جنيه 68، وحضرتك لو تفتكري من حوالي شهر او شهر ونص السهم اللي كان بيتداول بجنيه 22، فهناك ارتفاع للاسهم. هنلاقي سهم القلعه ارتفع ل 4.25، وده كان سبب اساسي في ارتفاع الخدمات الماليه باستثناء البنوك. وفي المستقبل هناك تفاؤل لعملية ارتفاع الأسهم في الخدمات المالية، ولكن نظام الاستثمار، ولكن مش مضربات. نعم. يعني حضرتك تشتري وتبيع على طول، لا، عملية تجميع والشراء فيه للمستقبل. ده كان أول قطاع. يليه هنقول قطاع العقارات، ومن ضمن أهم أسهم قطاع العقارات حصل فيه ارتفاع، هنلاقي سهم القاهرة للإسكان. سهم القاهرة للإسكان قعد فترة طويلة بيجمع، ارتفع فوق العشرة جنيه ثم أغلق على 11/70 بكمية تداول عالية على السعر. ولكن عايزين نقول حاجة، تملي نعرف نقطة الريزيستن بتاعها إيه، المقاومة. القاهرة للإسكان في حالة ارتفاعها فوق ال 12 جنيه هناك تفاعل لارتفاعها 13/20. طب إيه الأرضية اللي أنا واقفة عليها أو الدعم الرئيسي ليها؟ في الوقت الحالي أنا واقفة على أرضية 10/60، في حالة انخفاضها هيكون هناك تراجع لعملية الشراء مرة أخرى، يعني تبديل مراكز. دي من أهم الأسهم. هنلاقي برضو لو اتكلمنا على قطاع التشييد والبناء، كان من أهم الأسهم هنلاقي الجيزة العامة للمقاولات، كانت بتجمع بقالها 8 جلسات فوق ال 27 جنيه، النهاردة جابت 34.5، وده كان شيء إيجابي للقطاع. دكتورة صفاء، طب يعني أخيرا وليس أخيرا طبعا، توقعات حضرتك لجلسة الغد إيه؟ انا بالنسبه لي هنلاقي مؤشر اي جي اكس 30 هيكون بيقاوم فوق نقطه 8380، فحد القدره على اختراق هيكون في هناك تفاؤل. الدعم الرئيسي لمؤشر اي جي اكس 30 هيكون بيتداول عند 8112، لان عمليه التوزيع بتاع السي اي بي ده هياثر على المؤشر بس تاثير بسيط لعمليه الشراء. بالنسبه لمؤشر اي جي اكس 40 هيكون عمليه تجميع، ويكون نقطه المقاومه لديه هو 656، والدعم الرئيسي ليه 645.
احنا بنشكر حضرتك على هذا الايضاح والتوضيح. الدكتورة صفاء فارس خبيرة اسواق المال، شكرا جزيلا لك. شكرا. ومعها مشاهدينا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، شكرا للمتابعة. الى